وننتقل مع حضراتكم الآن إلى وقع افتتاح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة نائبا عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المسابقة العالمية الرقم 26 للقرآن الكريم وفهم معانيه التي تنظمها الوزارة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتأهيل وتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمشاركة من 60 دولة بينهم 28 دولة إفريقية. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هكذا هو كتاب الله سبحانه وتعالى جاء نورا ورحمة للعالمين وجاء هدى للمتقين. من جعله إمام أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. إنه كتاب حمل الرحمة والمحبة والنور للعالمين. إنه كتاب الله الحكيم الذي نتعلم منه الدروس والعبر والذي نحاول دائما أن نجوده وأن نحفظه. وها نحن في حضرة أصحاب الفضيلة الذين يحملون العلم والقرآن الكريم في صدورهم نكن لهم المحبة والتقدير والاحترام، نكن لهم العرفان بأنهم يحملون أغلى الكلام في صدورهم. نحن مع كتاب الله الكريم ومع حفظة كتاب الله الكريم في هذه المسابقة السنوية التي تقيمها وزارة الأوقاف، وهي المسابقة 26 مسابقة القرآن الكريم العالمية. نتمنى لحفظة كتاب الله الكريم حظا سعيدا، نتمنى لهم أن ينالوا الجوائز. وأهم جائزة لحفظة كتاب الله الكريم هي جائزة المولى عز وجل وهي رضوان الله، فمن يرضى عنه الله سبحانه وتعالى يجعله من حفظة كتابه الكريم. فهنيئا لكم وهنيئا لنا بكم. خير بداية لهذا الاحتفال الكريم القرآن الكريم. فضيلة الشيخ هاني الحسيني يتلو علينا ما يتيسر له من آي الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون.
للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويقرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا كبيرا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. كما أسلفنا هذه هي الدورة 26 للمسابقة العالمية للقرآن الكريم ولتكريم حفظة كتاب الله الكريم وهي بعنوان دورة فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري عليه رحمة الله تعالى. أهلا بكم بكل الضيوف في مصر الحبيبة التي قيل في حقها إن القرآن نزل في مكة وفي المدينة وقرئ في مصر. دمت يا مصر حافظة لكتاب الله العزيز. الآن مع كلمة راعي المؤتمر فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فليتفضل. الحمد لله رب العالمين على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي مفتي الجمهورية، سيادة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، سماحة السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب ونقيب السادة الأشعار، الحضور الكريم، يسعدني ابتداء أن أتوجه بكل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تفضله برعاية هذه المسابقة وإكرامه لأهل القرآن. كما يسرني أن أنقل لحضراتكم جميعا ولضيوفنا الكرام تحيات السيد الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
الذي شرفني بأن أكون نائبا عن سيادته في افتتاح هذه المسابقة. وبعد، فإن القرآن الكريم هو أصدق الحديث وأحسنه وأعزمه وأبلغه، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. فهو الذي لم تلبس الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وما أن سمع أحد الأعراب قول الله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، حتى انطلق قائلا أشهد أن هذا كلام رب العالمين لا يشبه كلام المخلوقين. وإلا فمن ذا الذي يأمر السماء أن تقلع عن إنزال الماء فتقلع، ويأمر الأرض أن تبلع ماءها فتبلع؟ إنه رب العالمين ولا أحد سواه. وإذا أردنا أن نأخذ بعض المواقف من حياة أهل القرآن، فلنبدأ بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم: خذوا القرآن من أربعة، أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وسلم مولى أبي حذيفة. أما الأول وهو أبي بن كعب فقد أتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال: يا أبي، إني أمرت أن أعرض عليك القرآن، أي أن أقرأه عليك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرض القرآن إلا على جبريل عليه السلام، وأبي يعلم ذلك، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فقال له: يا رسول الله، أذكرت لك باسمي؟ قال: نعم، باسمك يا أبي. أذكرت لك باسمي يا رسول الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لقد ذكرت لي باسمك ونسبك في الملأ الأعلى يا أبي. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود، ورأى أصحابه صلى الله عليه وسلم ابن مسعود عند صعوده للنخلة، وأعجب أو ضحك بعضهم من نحول ساقه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من ساق ابن مسعود؟ والذي نفسي بيده لساق ابن مسعود أثقل في الميزان عند الله عز وجل من جبل أحد. والذي نفسي بيده لساق ابن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد. ولما حضر سيدنا عمر بن الخطاب الوفاة قال: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته. مع أن سيدنا عمر بن الخطاب كان قد رشح للخلافة سيدنا عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله، لكنه قال: لو كان سالم هذا كان عبدا لأبي حذيفة مولاه، لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته. فإن سألني عنه ربي قلت: ربي سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم وهو يقول: سالم يحب الله حقا من قلبه. إنهم أهل القرآن. ولذلك تولي وزارة الأوقاف القرآن وأهل القرآن عناية خاصة، ومما ظهر اهتمامها بذلك أنها جعلت حفظ القرآن الكريم وفهم مقاصده العامة شرطا أساسيا
للحصول على أي فرصة في الوزارة، سواء للتعيين أم للترقي أم للسفر للخارج أم للعمل بالمساجد الكبرى أم المدارس العلمية أو القرآنية أو المشاركة في القوافل الدعوية أو الإيفاد للخارج، وتوسعت في أنشطتها، فبلغ عدد مكاتب تحفيظ القرآن الكريم 2617 مكتب، وعدد المدارس القرآنية بالمساجد الكبرى 863 مدرسة قرآنية، وعدد مراكز إعداد محفظ القرآن الكريم التي تم افتتاحها العام الحالي 70 مركزا، وعدد المقارئ القرآنية 1137 مقارئة. وبلغ إجمالي عدد المحفظين المعتمدين من الوزارة الممتحنين الوطنيين أكثر من 5000 محفظ معتمد، وبلغ إجمالي عدد الناشئة الذين يحفظون القرآن بالمكاتب المعتمدة من الوزارة أكثر من 60,000 طالب من الناشئة، وبلغ إجمالي عدد الملتحقين بالمدارس القرآنية أكثر من 46,000، وعدد الدارسين بمراكز إعداد محفظ القرآن أكثر من 4,000، وعدد أعضاء المقارئ المعتمدين 7,716 عضو مقارئة. غير أن الذي نؤكد عليه هو أهمية الفهم الصحيح لكتاب الله عز وجل وفهم مقاصد النص القرآني ومراميه. فالقرآن الكريم كتاب رحمة وهداية وأمن وسلام، فكل ما يأخذك إلى الرحمة والتسامح والبناء والتعمير وعمارة الكون يأخذك إلى الفهم الصحيح للقرآن والإسلام والأديان، وكل ما يأخذك إلى الهدم والتدمير والفساد والإفساد والخروج على القيم الإنسانية وإلى العنف والكراهية يتصادم مع الإسلام وسائر الأديان والقيم الإنسانية. ولذلك سنقيم على هامش المسابقة عدد من الندوات حول فهم القرآن ومقاصد القرآن اليوم وغدا ويوم الثلاثاء، وندوة للرأي ستنقل على الهواء مباشرة بين المغرب والعشاء، ندوة موسعة هنا على التلفزيون المصري بإذن الله تعالى. ولو أردنا أن نأخذ مثالا واحدا يتعلق بهذا بأن الإسلام دين البناء لا هدم فيه، في إطار النص القرآني كلنا نحفظ أو نقرأ أو سمعنا أو رددنا لمرات عديدة لدرجة أن الآية تكاد تكون من الآيات المحفوظة على الألسنة، قول الله تعالى أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وأنا أؤكد أن قتل النفس إرهابا أو إهمالا في النهاية الكل يؤدي إلى إزهاق النفس، فإزهاق النفس إهمالا أو إزهاقها إرهابا كل ذلك فساد في الأرض. أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهنا الوقفة، تعلمون جميعا أن الإحياء الحقيقي هو لله وحده، الذي يحيي الأنفس إحياء حقيقيا هو رب العزة وحده ولا ينازع في ذلك أحد. فكيف نفهم قول الله تعالى ومن أحياها مع أن الإحياء لا يكون إلا لله؟ هنا المعنى مجازي، ومعنى من عمل على إبقاء حياتها أو على أن تستمر في الحياة أو على ما تستمر به حياة النفس. فإذا كان الإرهابي يقتل النفس، فمن يواجه الإرهاب سواء من قواتنا المسلحة الباسلة أو من الشرطة أو من العلماء أو من المفكرين، كل من يواجه الإرهاب بالله ويقضي عليه ويكف شر الإرهاب عن الناس فهو يعمل على إحياء النفس حتى لو كان بالفكر. لأنك إذا لم تعمل على هذا الإحياء فكرا أو ولم تقم هذه القوى الوطنية بمواجهة الإرهاب لكثر الفساد والإفساد. فكل من يواجه الإرهاب يعمل على إحياء النفس. أيضا كل من يوفر علاج النفس
الحملات التي تقوم بها الدولة المصرية مثل 100 مليون صحة وعلاج فيروس سي، مثل الحملات التي تقوم بها الدولة المصرية من علاج فيروس سي ومن حملات 100 مليون صحة وكل ما يؤدي إلى العلاج يعمل على إحياء النفس البشرية. كل من يوفر ما تحتاج إليه النفس البشرية من مطعم وملبس ومأكل وإيواء المشرد، كل ذلك أيضا كل ذلك مما يعمل على إحياء النفس البشرية. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر لنا أن رجلا سقى كلبا فشكر الله له فغفر له فدخل الجنة، فما بالكم بمن يعمل على إحياء النفس البشرية. هذا هو ما يجب أن نفهمه. والحقيقة في النهاية أختم بأمرين. الأول أنه عرفانا وتقديرا لدور قراء مصر العظماء قررنا ابتداء من هذه المسابقة أن نطلق على كل دورة من الدورات اسم أحد هؤلاء الأعلام الكبار، وأصرنا أن تكون البداية بعلم الأعلام وشيخ المقرئين في مجال القراءة والإقراء هو فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله رحمة واسعة. وأخيرا فإن لي كلمة أحب أن أوجهها لأهل القرآن وأبناء الأوقاف. قالوا: إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، وإذا عرفت فالزم، فمن عرف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. وقد فتح الله أمامكم أهل القرآن وأهل العلم أبوابا واسعة من خدمة القرآن إلى عمارة المساجد مبنى ومعنى، إلى عمارة المساجد مبنى ومعنى، إلى علم نعلمه للناس قائم على فهم صحيح الدين ننفي به عن ديننا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فجددوا النية وأخلصوها لله تفوزوا وتسعدوا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ويصدني أن أعلن الآن عن الإعداد لإطلاق بوابة الأوقاف الإلكترونية لتشمل موقع وزارة الأوقاف وموقع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وموقع هيئة الأوقاف وموقع مستشفى الدعاة وموقع أكاديمية الأوقاف وموقع المسابقة العالمية للقرآن الكريم. على موقع المسابقة العالمية سنبث السيرة الذاتية ومقتطفات لكل من شارك في المسابقة عبر تاريخها من المحكمين أو المتسابقين مع تلاوات لكبار القراء بإذن الله تعالى، وسيكون في مقدمتهم من أطلقنا هذه الدورة على اسمه فضيلة المرحوم الشيخ محمود خليل الحصي. والحقيقة أيضا وحتى نأخذ ذلك بمنتهى الجدية سنعلن خلال أيام في إطار خطتنا للدفع للشباب في القيادة عن 3 درجات لمعاون وزير. الأول لشؤون التطوير التكنولوجي، والثاني للشؤون الاقتصادية، والثالث للشؤون الهندسية، وربما نفكر أيضا في مساعد وزير للشؤون التطوير التكنولوجي لاهتمامنا بأهمية التكنولوجيا في تطوير وفي مواكبة الأحداث العصرية. وسنعطي الأولوية لخريجي البرنامج الرئاسي وخريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب مع الدفع بالشباب، سائلين الله عز وجل
أن يوفقنا لخدمة دينه وخدمة كتابه، وأن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل. ونتمنى لكم طيب المقام ولأبنائنا كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة في هذه الرحاب المباركة، رحاب القرآن الكريم ورحاب مجهودات وزارة الأوقاف لتثبيت حفظة كتاب الله على حفظهم وتشجيعهم وتقديم الحوافز لهم. سنتابع معا فيلما تسجيليا عن مسابقات وزارة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم. هذه الأفلام التي ستنتجها وزارة الأوقاف تباعاً عن أنشطتها المختلفة، اليوم عن مسابقات القرآن الكريم، وهذا الفيلم من إنتاج وزارة الأوقاف. القرآن كتاب الله، فيه صلاح الدنيا والآخرة، وتكفل سبحانه وتعالى بحفظه بعد نزوله مصداقا لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن سبل حفظه أن قيض الله له رجالا عملوا على خدمته وخدمة أهله، فقد من الله على وزارة الأوقاف بتحمل مسؤولية تنظيم تلك المسابقة القرآنية العالمية المباركة، بالإضافة إلى المسابقات المحلية منذ 26 عاما في خدمة كتاب الله. وبناء على ما تحقق، حازت المسابقة على تأييد ودعم كل الهيئات العالمية القائمة على خدمة القرآن الكريم والعمل في مجالاته، الأمر الذي يجعلها تتبوأ مكان الريادة بين كبريات المسابقات الدولية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر بَرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. 26 عاماً مرت على تنظيم مسابقة القرآن الكريم وتشجيع أبناء المسلمين على الإقبال على القرآن الكريم تلاوة وحفظا وتدبرا وتفسيرا، وإذ كان لجذوة المنافسة الإيمانية بين الأجيال في حفظ كلام الله تعالى وربط الأمة المسلمة بكتاب ربها، حيث انطلقت أولى المسابقات الدولية للقرآن الكريم بفروع بسيطة اعتمدت على حفظ القرآن الكريم مع التجويد والترتيل والتفسير فقط للناطقين باللغة العربية. أما بغير الناطقين باللغة العربية فقد اعتمدت المسابقة على حفظ القرآن الكريم في تجويد وترتيل ثلاثة أجزاء فقط من غير الدارسين بالأزهر. القرآن الكريم ما يتضمنه من معاني الرحمة والوسطية والاعتدال والتسامح والإعمار والبناء وخدمة الإنسانية والاستقرار ونبذ الغلو في السلوك والأفعال بعد حالة الإرهاب الفكري التي مرت بها الأمة العربية أدت إلى توقف المسابقة لثلاثة أعوام. هذه الجرائم البربرية النكراء ما لبثت أن تدثرت بدثار هذا الدين الحنيف. سنستمر في مواجهة الإرهاب وتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر صحيح الإسلام. فانطلقت مرة أخرى للتأكيد على ضرورة فهم المعاني الصحيحة للقرآن الكريم وتفسيره صحيحا. الفهم والاتباع خاصة ما يخص أغلى حاجة في الدنيا، الدين ده أغلى حاجة في الدنيا لكل إنسان، لأن هي علاقة الإنسان بوجوده كله، من حقنا أن نفكر وأن نتدبر. معجزة القرآن الكريم اللغوية والكونية والفكرية والعلمية
كمنهج إيمان وعمل لنهضة الدول والأخذ بأسباب العلم الرشيد المفيد الدافع إلى التقدم والتطور، دفع وزارة الأوقاف إلى وضع خطط جديدة تعلي من شأن المسابقة العالمية، لتشهد المسابقة الدولية 21 في ثوبها الجديد دخول أفرع جديدة تعتمد على الحفظ والفهم والتجويد والترتيل والتفسير وبيان أسباب النزول، لتصبح تأكيدا على معجزات القرآن الكريم في الأخذ بأسباب العلم الرشيد الدافع إلى التقدم والتطور. القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. مصر حملت على عاتقها لواء الوسطية وتأصيل وترسيخ الفهم الصحيح المستنير لكتاب الله عز وجل، وفتح جميع فروع المسابقة للجنسين للإيمان بدور المرأة وحقها في التعلم والتعليم ودورها في نشر الفكر الإسلامي الصحيح المستنير ووقوفها إلى جانب الرجل واعظة ومربية ومعلمة ومحفظة لكتاب الله، كما تتضمن المسابقة لأول مرة فرعا للناشئة تحت سن 12 عاما وفرعا آخر لذوي الاحتياجات الخاصة. المسابقة في ثوبها الجديد أعلنتها وزارة الأوقاف على النحو التالي: الفرع الأول حفظ القرآن الكريم كاملا وتجويده وتفسيره وفهم مقاصده لدارس العلوم الشرعية أو العربية للجنسين حتى سن 40 عاما. الفرع الثاني حفظ القرآن الكريم كاملا وتجويده لأصحاب الصوت الحسن للجنسين حتى سن 30 عاما. الفرع الثالث حفظ القرآن الكريم كاملا وتجويده للناشئة تحت سن 12 عاما. كما يشارك في المسابقة 10 محكمين دوليين، وسيتم على هامش المسابقة عقد بعض الندوات العامة حول أهم القضايا التي تهم العالم الإسلامي، إضافة إلى تنظيم جولات سياحية لأهم المعالم الحضارية والتاريخية والدينية. هذا وتحتضن القاعة الكبرى في أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات هذه المسابقة العالمية الكبرى في إطار دور مصر الريادي في خدمة القرآن الكريم ودور وزارة الأوقاف في الوفاء بحق هذا الدور. هذه صفات الحافظين كتابه حقا حقا، فكن بصفاتهم متخلقا. شكرا على هذا المجهود الرائع لوزارة الأوقاف. ووزارة الأوقاف المصرية تقوم بالعديد من الجهود في ترشيد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم، وهي وزارة رائدة على مستوى العالمين العربي والإسلامي، تقدم الدعاة المثقفين الواعين بقضايا وقتهم وعصرهم وقضايا أوطانهم. كلمة فضيلة مفتي الجمهورية الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نائبا عن دولة رئيس مجلس الوزراء، معالي الوزير المحافظ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، معالي السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، فضيلة الدكتور علي محمد الغزاوي محكم
من دولة لبنان الشقيقة. أيها السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لا يسعدني ويشرفني أن أكون مشاركاً معكم في افتتاح فعاليات هذا الحدث العالمي الكبير، وهو انطلاق المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حفظه الله. إن تلك المكانة الرفيعة التي تختص بها مصر في مجال تلاوة القرآن الكريم اختصها الله تعالى من قديم الزمان بهذه المكانة، حتى شاع في العالمين القول بأن القرآن الكريم، القول بأن الله سبحانه وتعالى اختص مكة المكرمة بإنزال الوحي الكريم على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنه اختص مصر الأزهر بتلاوة القرآن الكريم وبثه غطا طريا كما أنزل بتلك الأرواح الزاكية والحناجر الذهبية الراقية التي أنجبتها مصر من القراء العظام من أمثال الشيوخ محمد رفعت وطه الفشلي وأبي العنيج أو العنيج عيشة والشعشاعي، وكذلك الكواكب الخمسة الذين ملأوا الدنيا نورا، وهم السادة الأكابر الشيوخ الكرام محمد صديق النشاوي، مصطفى إسماعيل، ومحمود خليل الحصري، وعبد الباسط عبد الصمد، ومحمود علي البنا رحمه الله تعالى جميعا وأجزل لهم النسوبة والعطاء، حتى صار كل واحد منهم مدرسة مستقلة متكاملة في الأداء القرآني الذي أحيا القلوب والأرواح في العالم الإسلامي كله بنور القرآن الكريم. ولقد كان لمصر قصب السبق في إنشاء إذاعة خاصة للقرآن الكريم تبث الخير والنور إلى العالم العربي والإسلامي، وقد أخرجت هذه الإذاعة مئات القراء من غير من ذكرنا، ولازالت مصرنا العظيمة ولادة بالمواهب الراقية في مجال التلاوة للقرآن الكريم. السادة الحضور، لم يقتصر اهتمام مصر بالقرآن الكريم تلاوة ومحبة فقط، بل اتسع الاهتمام بالقرآن الكريم حتى أنشأت مصر الكليات الأزهرية، وأنشأت في داخل الكليات الأزهرية أقساما للتفسير، بل وأنشأت كلية خاصة للقرآن الكريم تهتم بكل تفاصيل علوم القرآن الكريم تلاوة وفهما وتفسيرا وأحكاما. ولم يعرف العالم الإسلامي مفسرا أوصل القرآن الكريم غضا طريا إلى عقول وقلوب العالمين وأفهام المسلمين مثلما عرف الشيخ الأزهري المصري محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. ولم يكتف المصريون بهذا، بل اتخذوا القرآن الكريم نبراسا ومنهجا ومصدرا لتشريعاتهم وقوانينهم منذ أن أنشأت الدساتير وعرفت القوانين في العصر الحديث. ولم تنحرف مصر الأزهر أبدا عن منهج القرآن الكريم وشريعته في كافة مناحي الحياة، وإن مصر الأزهر صدرت علوم القرآن الكريم ومعارفه إلى بلاد العالم أجمع. وبعد ذلك فكيف نقبل دعوى خوارج العصر الحديث بقولهم إن مصر خارجة عن الشريعة الإسلامية وعن الحكم بكتاب الله تعالى، حتى استباحوا دماء المصريين بهذه الدعوة الآثمة تماما كما فعل أجدادهم الخوارج بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى الحكم بما أنزل الله تعالى، وهم أبعد الناس عن شريعة الله وعن كتاب الله تعالى. السادة الكرام، إن القرآن الكريم وكتاب الله تعالى وكلام الله تعالى الذي أنزله على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نورا وهداية للعالمين،
وقد روى الإمام الترمذي بسند حسن عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أما إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة، فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وروى البخاري بسنده عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وروى مسلم بسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق يتتعتع له أجران. وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. السادة الكرام، إن اهتمام مصر بالقرآن الكريم وقراء الكريم وحفظته لم ولن ينقطع أبدا. فالقرآن الكريم حصننا وبركتنا ودستورنا، وإن مصر العروبة والإسلام ستظل منارة للعالمين، وستظل مصر العروبة والإسلام مصدر عطاء ورعاية للمواهب الواعدة والنجوم الصاطعة الصاعدة في سماء القرآن الكريم. حفظ الله مصر، وحفظ رئيسها وشعبها وجيشها وشرطتها وأمنها ببركة القرآن الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. كل شكر لمعالي مفتي الجمهورية الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام. الآن نحن على موعد مع كلمة السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، نقيب السادة الأشراف، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين. وبعد، معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فضيلة الأستاذ الدكتور علي غزاوي
المحكم من دولة لبنان الشقيق. الحضور الكريم، فبداية يسرني باسمي وباسم مجلس النواب المصري وباسم آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن أرحب بضيوف مصر الكرام على أرض مصر الكنانة، بلدكم الثاني مصر العزيزة، في أكاديمية الأوقاف المصرية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين ذلك الصرح الدعوي الرائد في مجال تأهيل الدعاة. وأتقدم بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لتفضله برعاية هذه المسابقة إكراماً لأهل القرآن الكريم. واسمحوا لي أيضاً أن أتقدم بالشكر لوزارة الأوقاف المصرية على جهودها في خدمة القرآن وأهله. الحضور الكريم، نعلم جميعاً أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما وصفته أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها كان قرآناً يمشي على الأرض. ولما سئلت عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، أي كان خلقه القرآن الكريم صدقاً وعدلاً وأمانة ووفاء. فالقرآن الكريم كتاب الله، كتاب الله تعالى القويم الهادي إلى صراط مستقيم. والإسلام دين مكارم الأخلاق، والأمم التي لا تبنى على الأخلاق لا بقاء لها. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ولما سئل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. حقيقة في هذا الوقت من الزمان نحن في أشد الحاجة ومسيس الحاجة لأن نؤكد على مكارم الأخلاق وأن نتأدب بآداب القرآن الكريم وأخلاق سيد الأنام سيدنا ومولانا محمد صلوات الله وسلامه عليه، الذي يحث على الرحمة والعدل والإحسان والصدق والأمانة والكرم والإيثار وحفظ اللسان والوفاء والتعاون والتسامح وفعل الخير وكف الأذى عن الناس وطاعة الوالدين ونشر المحبة والتعايش السلمي بين البشر وينبذ التشدد والتطرف والإرهاب. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عن نفسه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كما أن الأخلاق هي عنوان الشعوب والأمم الراقية والمتحضرة، إن هذه المسابقة العالمية
للقرآن الكريم التي تجريها وزارة الأوقاف المصرية هي من أدوات اكتشاف القدرات والمواهب الكامنة في نفوس النشء للعمل على صقلها ورعايتها الرعاية الصحيحة لتخريج جيل من المقرئين والمجودين والأئمة والخطباء والدعاة المتميزين، كما أن من شأنها أن تبرز للعالم كله جانبا من الوجه الحضاري لدور مصر في خدمة الإسلام وإكرام أهل القرآن ومجابهة ظاهرة العنف والتطرف من خلال منظومة الفكر والأخلاق التي ترتكز إلى القرآن الكريم ومعانيه في الخير والسلام، وكلها وسائل من شأنها أن تجمع ولا تفرق، تصلح ولا تفسد، تيسر ولا تعسر. وقد أحسنت الوزارة صنعاً عندما قررت إطلاق أسماء أعلام القراء على دورات المسابقة، واختارت اسم عزيز علينا جميعاً، كيف لا، رحمة الله عليه، وهو شيخ القراء عن حق، هو فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري رحمة الله عليه. وهنا أقول وبحق علينا جميعا أن نعتصم بحبل الله جميعا وألا نتفرق، ونطبق قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم، وأشكركم وأدعو الله لكم جميعا بالتوفيق والسداد. وفقنا الله جميعا لخدمة بلادنا وأمتنا العربية والإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة الوفود يلقيها فضيلة الدكتور علي محمد العز الغزاوي شيخ قراء البقاع في لبنان، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. دولة رئيس مجلس الوزراء ممثلاً بمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في الديار المصرية، صاحب السماحة مفتي الديار المصرية الأستاذ الدكتور شوقي علام، سعادة الوكيل السيد محمود الشريف وكيل الأشراف، المحكمين في مسابقة القرآن الكريم، سعادة المحافظ، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجد أن الكلمة حبيسة اللسان بين أهل القرآن وأهل البيان في هذه الصباحية الطيبة، حيث نفتتح بها ويفتتح بها المسابقة القرآنية 26 في جمهورية مصر العربية. وبداية اسمحوا لي أن أنقل إلى كل الحاضرين تحيات سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الدكتور الشيخ عبد اللطيف دريان وسائر أهل بلاد الشام، أهل الرباط، من أرض الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله. جاء في الحديث على لسان سيد الخلق الناطق بالحق: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. لقد خص الله تعالى بلادنا وفي مقدمتها أرض الوحي،
وأرض مصر الكنانة وأهله، حيث إن الله تعالى خص أهل هذه البلاد بما حباهم من القرآن الكريم الذي تولى ربنا جل جلاله حفظه، فهو محفوظ من عند الله. وإذا كان القرآن محفوظا من عند الله فإن بلادنا بإذن الله تعالى هي محفوظة بحفظ الله، لأن الله تعالى يحفظ القرآن بأهله. وإذا كان أهل القرآن في بلادنا فإن بلادنا هي محفوظة بأهل القرآن فيها. فمصر وبلادنا كما كل بلاد الإسلام التي انتشر فيها حفاظ كتاب الله، والتي بحمد الله تعالى يزيد عددهم يوما بعد يوم، وإن كان لمصر قصب السبق، حيث كان لبعثات مصر ولأزهر مصر في دول عالمنا الإسلامي ذلك الحضور التي كانت ولا زالت مصر العروبة والإسلام حاضرة عبر بعثاتها، فثبتت الإسلام في القلوب ودلت الناس على طريق الإسلام الصحيح. تحية لمصر وتحية لكل من حمل القرآن منهجا حقيقيا. إن العالم الإسلامي أيها الأحبة آن له أن يظهر القرآن علما وسلوكا. إننا نمثل حروف القرآن، فيا ترى هل مثلنا حروف القرآن حروفا صحيحة، أم أننا وللأسف في كثير من الأحيان هناك من مثل حروف القرآن حروفا مزورة فلم يدل على الإسلام، إنما لم يكن كما كان عهد القرآن ضياء ونورا للمجتمعات. أيها الإخوة، إن القرآن يهدي للتي هي أقوم. إذا لم تكن الأمة على التي هي أقوم فلتعلم أنها ينبغي أن تعود للقرآن لتكون على الذي هو أقوم. إن القرآن نور، يقول عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء، تعالوا لنكون نور العالم عبر القرآن. فنحن لسنا ظلاميين، نحن نور بحق. ونحن نجتمع في أرض الكنانة في رجب الخير، حيث كان عروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء، عرج بالنبي ثم أعيد النبي لتهتدي الأمة وليهتدي العالم من خلال هذه الأمة. فإذا كان في رمضان كان نزول الوحي، ففي رجب كان عروج النبي. ومن رحمة الله أن النبي قد عاد للأرض لتهتدي الأمة لا لتضل الأمة من بعده عليه الصلاة والسلام. إن دورنا يا أهل القرآن عظيم، وإن دور مساجدنا عظيم، لننير الدرب من خلال قرآننا ومساجدنا أمام شبابنا الواعد وأمام الشباب الناشئ، حتى يغذى فكرهم عبر قرآننا وعبر مساجدنا، ليكونوا نوراً في الأرض لا هدامين لأهل الأرض. كيف نظهر محاسن قرآننا؟ إن أحد المفكرين يقول: إن الناس إذا أحبوا إنساناً كتموا عيوبه وأظهروا محاسنه، لماذا لا نظهر محاسن نبينا وقرآننا وليست فيها معايب؟ أيها الإخوة، أهل القرآن، لجنة التحكيم في هذه المسابقة أشكر لكم أن تكلمت باسمكم. أيها المتسابقون، لقد جئتم لتحققوا المنافسة الحقيقية التي قال الله تعالى فيها: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لقد طهر الله تعالى صدوركم، فكونوا في حياتكم طاهرين لسانا وفكرا وحالا. أشكر جميع من حضر وجميع من خطط وعمل لهذه المسابقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لفضيلة الدكتور علي محمد الغزاوي، شيخ قراء البقاع في لبنان الشقيق. هذه هي الدورة 26 للمسابقة العالمية للقرآن الكريم، والتي تنعقد برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية
وهي بعنوان دورة فضيلة شيخ مقارئ القراء المصريين محمود خليل الحصري عليه رحمة الله. أهلا بكم في مصر بلدكم، نتمنى لكم مسابقة موفقة، نتمنى أن نحفظ كتاب الله في صدورنا وفي عقولنا، فحفظ كتاب الله ليس مجرد حفظ لكلمات ولا لحروف ولا لسطور، ولكنه حفظ لكلام الله المبين الذي فيه الهداية للعالمين. نشكركم شكرا جزيلا، وترفع هذه الجلسة الافتتاحية والتي انعقدت تحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.